غرفة العمليات وتخصصه في الجراحة لم يكونا حاجزاً أمام إصراره على خوض تجربة الكتابة. أيمن ببوح ذو 35 ربيعاً طبيب جراح اختار التدوين عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ 2003. رغبته في الكتابة ظلت ملازمة له إلى أن أصبح من الشخصيات المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي. عدد متابعيه يفوق 40,000. أما تدويناته فتتحدث عن الأمل والطموح والإيمان بالحلم في زمن السرعة والضغط اليومي، مساهمة منه في كسر حاجز الخوف واليأس في قلوب وعقول الشباب. الكاتب أو المدون هو أقرب واحد اللي كيعبر على هاد الحوايج هادو، لأنه عنده الملكة ديال التعبير، وهذا في حد ذاته كيخلي عندك واحد المسؤولية وواحد التحدي. مسؤولية لأنك كتهضر بصوت الجميع، وتحدي لأنك خصك تكون محايد ومستقل في الآراء ديالك. يعني ماشي ما كنبغيش نوصل رسائل، ولكن كنبغي سورتو نطرح تساؤلات حول العالم اللي كنعيشوا فيه، حول يعني كندفعوا للقارئ أنه يفكر خارج الافكار المستهلكه ولا شيء اللي كيروج في الاعلام، وانك تدفعوا انه يلقى واحد المعنى ديال حياته من غير المعنى اللي سطروه لنا في الاول، انه انك خصك تكبر باش تخدم باش تتزوج باش دير ولاد باش تمشي للحج باش تموت من بعد، يعني انه يعطي واحد المعنى اكبر للحياه ديالو. تجربة أيمن لا تختلف كثيرا عن تجربة جهاد، شابة تكتب عن حقوق المرأة والقضايا الاجتماعية. صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تجاوزت 60,000 متابع، ويعتبر الإنترنت بالنسبة لها فضاء للتعبير عن كل ما يدور بخاطرها. المواضيع اللي كنناقشها هي أغلبية مواضيع اجتماعية، ثقافية، فكرية وحتى نفسية، وخصوصا المواضيع اللي كتهتم بالمرأة وكتهتم بشؤونها، يعني من شؤون دراسية الجامعية، الشؤون الأسرية، الحياة الزوجية. ربما مواضيع اللي كتكون كتستفز في المرأة، الدور ديالها في أنها تغلب على العادات والأفكار الجاهزة والتقاليد اللي كتختزلها في كائن سلبي، كائن مستهلك وكائن أهدافه محدودة. جهاد وأيمن نموذجان من نماذج كثيرة من شباب اختاروا مواقع التواصل الاجتماعي فضاء للتعبير ونشر بنات أفكارهم، ليصبحوا بعد ذلك نجوما وشخصيات مؤثرة، أو ما بات يعرف باللغة الإنجليزية ميديا إنفلونسر.